ساكنة ديال عدد من جماعات اللي كتواجد في أطلس كبير التابعة لترابية لإقليم الحوس. اليوم خرجوا من أمام عمالة الإقليم الحوس اتجاه ولاية جهة مراكش اللي كتبعد عليهم تقريبا ب 30 كيلومتر، وهما غادي نساء ورجال وأطفال وشيوخ ونساء حوامل الكل متجه كما قلت لكم. وكما تشوف معنا البث اللي درناه في الساعات الاولى من اليوم على الساعه الثانيه صباحا وتاجه صباحا، فكارثي التصريحات اللي سمعنا مؤلمه صراحه. ما بقلنا ما نقولوا، كنشوفوا ناس مساكن مؤلمين واكلين العصا كما كنقولوا، ناس كطالب غير حقها اللي هو مشروع هو التعويض على الاضرار ديال الزلزال اللي خارج صاحب الجلاله واللي عطاه لهاد الناس اللي كانوا في البؤره ديال الزلزال اللي وصلت حتى 8 ديال الدرجات على سلم الاشتر. كما كتشوفوا معنا الدرك الملكي كيحاول انه يسيل الطريق اللي الطريق اللي تكون سهله وماشي صعيبه على هاد الناس. هذا كما كتشوفوا معنا هما ناس شيوخ كلشي جاي. كما قلت لكم الصراحه اللي خدينا البارح فهي صادمه صادمه، انه بعض رجال السلطه منعوهم باش يخرجوا من الجماعات ديالهم والطواوير ديالهم في اتجاه عمالة الاقليم، اللي قالوا لهم بانه ما غنخليكمش تمشي، ومنعوا عليهم النقل العمومي ومنعوا عليهم كذلك الماكله كما غتشوفوا معنا الفيديوهات راه كاينين. كذلك كتشوفوا انه الناس مني شافوا الاذان الصماء اذان اللي مغلقه وما كاينش اللي يتواصل معاهم، والشتاء عليهم والبرد عليهم وراعي صاحب الجلاله وامام عمالة الاقليم، وكنشوفوا بانه سدوا عليهم البيبان ما بقاش تسوقوا لهم. ف جاو دابا في اتجاه ولايه الجهه، يعني عند والي جهه مراكش باش يشوفوا واش حتى هو غيتصنت لهم ولا لا. الناس وصلت لهم العظم، كنشوفوا هزين الماء ديالهم الماكله ديالهم كلشي باش يلقاو ما ياكلوا. كما كنشوفوا معنا السيد هز الخبز، هز الخبز معاه باش ياكل ويشرب، يعني شي كنتفكروا بحال ما غادي في مسيره خضراء. يعني الناس لا حول لهم ولا قوه، الناس اللي في راس مالهم هما المواشي راه مشاو لهم، الناس مشات لهم عائلات ديالهم، الناس مشى لهم رزقهم كامل، الناس مشات لهم المساكن ديالهم، يعني ما بقى عندهم والو لا حنين لا رحيم. ورغم ذلك هما غاديين في مسيره سلميه، والدرك الملكي والقوات المساعده موفرين لهم ظروف، ماشي الظروف ديال الاكل والمشرب، بل الظروف ديال الامن، وغادي معاهم لا حتى هما الله يحسن العوائل الساكنين. هذا هو العمل ديالهم، وهذه هي الرساله اللي خصهم يديروا. كما كتشوفوا معنا المسيره غادا مستمره في اتجاه ولايه جهه مراكش، فهل والي جهه مراكش سيكون له جواب اخر او تفاعل اخر من غير ما قام به عامل الاقليم ديال الحوس اللي غلق الفم ديالو وغلق الابواب ديالو وغلق الاذن ديالو، يعني ما تسوقش لهاد الناس هادو اللي خلاهم انهم يتجهوا لولايه الجهه. كما قلت لكم متابعينا الناس في تشتت العرق، لا ماكل لا مشرب لا والو، الناس كانت العصاب بدون مزيان، الناس ما تسوق لهم حد، الناس ما عرفهم حتى شي واحد. انا مازال معكم متابعينا في هذا البث المباشر اللي كتشوفوا معنا. حاله يرثى لها، حاله مؤلمه مزريه، ف غنبقاو مستمرين معكم في هذا البث المباشر متابعينا في كل لحظه، وغادي تبعوا معنا كل كبيره وصغيره. فكما كتشوفوا معنا الناس ما بغاوش يوقفوا، يعني غادي مستمرين. ودابا الان تقريبا غادي يكون 140 كيلومتر تقريبا اللي ضربوا، لانه 120 كيلومتر من الضواوية ديالهم، يعني من المساكن ديالهم اللي هي منهاره و اتجاه عمالة الاقليم. ودابا تقريبا غيكون واحد 20 كيلومتر اخرى اللي جايين فيها، يعني 140 كيلومتر تقريبا، 140 كيلومتر باش جايين دابا في الطريق.
زاوين جميل الناس. إذا غنستمروا معكم متابعين في هذا البث مباشر، غادي نقطع هذا البث حتى نقول لكم بث آخر في أجواء أخرى متابعين. شكرا لكم.